الدب الروسي الشرس قد خرج من هدوئه وثباته، يحذر السفارات والحكومات صارخا لقد طفح الكيل، ويعد بكل جسارة بأنه لو نفذ لن يتمكن أحد حتى من رمش عينيه، يهدد ويتوعد ويحذر، إن لم ينصع العالم لمطالبه فلن يرحم أحدا. فما الذي يخطط له بوتين؟ وما أهمية أوكرانيا بين جميع دول العالم حتى أن حلف الناتو يريد ضمها إليه؟ والأهم من ذلك، ماذا سيحدث لو تصرف بوتين؟ ماذا سيحدث لروسيا إذا احتلت أوكرانيا؟ تاريخ أوكرانيا مع حلف الناتو. بدأت العلاقات بين حلف الناتو وأوكرانيا بشكل رسمي بعد أن أصبحت أوكرانيا أول دولة من رابطة الدول المستقلة تدخل منظمة الشراكة من أجل السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي في شهر فبراير من عام 1994. في صيف عام 1995 كثف حلف شمال الأطلسي جهوده لمساعدة أوكرانيا في تخفيف آثار كارثة مياه الشرب في مدينة خاركيف في أول تعاون مباشر بين حلف الناتو وأوكرانيا، واستمر بتقديم المساعدات لأوكرانيا بقية توطيد العلاقة معها ليكون له منفذ إلى المعسكر الشرقي وإلى روسيا تحديدا. في شهر كانون الثاني من عام 2008 قوبل اقتراح حكومة يوليا تيموشينكو الثانية بشأن وضع خطة عمل لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي بالمعارضة، حيث دعت عريضة تضم أكثر من 2 مليون توقيع إلى إجراء استفتاء حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو. ونتيجة لذلك أيد حوالي 60% من الأوكرانيين فكرة إجراء استفتاء وطني حول الانضمام إلى الناتو، إلا أن روسيا كانت واقفة بالمرصاد، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يسمح بأي شكل من الأشكال أن يقترب الحلف من الأراضي المحيطة بروسيا، وهذا ما قاد إلى سيطرة روسيا على جزر القرم في عام 2014. إلا أن حلف الناتو مستمر بجهوده، فهو يرسل اليوم المساعدات العسكرية اللازمة لإعطاء الجيش الأوكراني القوة والكفاءة الكافيتين للتصدي لروسيا في حالة الهجوم، وهذا ما لن